بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العظيم. إخواني منتسبو القوات المسلحة الكرام في كل مكان، إخوان المواطنين في كل أنحاء الوطن العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال اليومين الماضيين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعا صوتية توحي إنها لمصدر استخباري مجهول، والحقيقة هي عبارة عن حرب نفسية يستخدمها العدو والجهات المعادية لوطنكم والتي تريد بالعراق سوء. أنا لا أستهين بقدرات العدو ولا أستبعد أي معلومة مهما كانت، وهذا مبدأ أساسي للاستخبارات، ولكن أؤكد لكم أن وضع العدو الآن لا يقارن بوضعه قبل عام 2014، وأن حادث العظيم هو امتداد لحوادث سبقته بسبب تقصير بمستوى القيادات المتوسطة والدنيا، وستتم محاسبة المقصر. العدو قبل عام 2014 يمتلك تنظيم قوي وداخل العراق وخارجه، وخلايا ناعمة جاهزة ومسلحة، تسليح جيد، وعجلات مفخخة، وأحزمة ناسفة، ورشاشات ثقيلة، وغيرها من الاعتداء والأسلحة الأخرى. أما الآن فالخلايا الناعمة قليلة جدا، تكاد تكون معدومة وبدون تسليح، وخلايا العدو المنتشرة في الميدان صحيح فعالة ولكنها قليلة وتسليحها بسيط، بندقية، رشاشة، قناص. والحدود العراقية السورية ممسوكة بشكل جيد، ونحن نراقب الموقف ومتابعين أحداث سجن الحسكة ووضعه لحد الآن تحت السيطرة. إخواني أعزائي، أوصيكم بالثبات وعدم الاستماع إلى هذه المقاطع المسمومة التي تنال من معنوياتكم وثباتكم. أنتم أبطال، قاتلتم داعش وطردتموه خارج الحدود ليس غيركم، والدولة لديها التدابير اللازمة لمعالجة أي خرق أمني مهما كان. وما النصر إلا من عند الله. أخوكم جمعة عناد، وزير الدفاع.